اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. فاطمة الزهراء خيار، واحتفاء ايضا من خلالها بالمدرسه المغربيه بتلامذتها وكافه قطورها. لقد بصمت ابنه مدينه تطوان على مشاركه جد متميزه دوام مسارها في هذه المسابقه، بوأها المرتبه الاولى وطنيا من بين ازيد من 300,000 مشارك، مثلوا ازيد من 3,800 مؤسسه تعليميه على المستوى الوطني. كانت البداية من ثانوية القاضي عياض ثم بالاقتصاديات الإقليمية فالجهوية والوطنية لتصل المراحل النهائية للمسابقة قبل أن تنتزع بكل جرارة واستحقاق إحدى أوراق النهائي الخمس. وفي لقاء الحسم كانت بطلتنا في الموعد أبلتي البلاء الحسن أمام نجباء ونجيبات الوطن العربي لتؤكد مرة أخرى ودائما من دبي على علو كعب التلميذ المغربي في مجال الادب كما في باقي المجالات. فبعد المتوجه مريم انجون جاء التاكيد من فاطمه الزهراء خيار على ان ارض المغرب ولاده بطبعها. جدا بحضوري لهذا الحفل احتفاء بالمنظومة المغربية وانطلاقا للدورة الخامسة لتحدي القراءة العربي. فخورة جدا بتواجدي هنا، وأود أن أغتنم الفرصة حتى أدعو كافة الأطفال إلى الإقبال على القراءة ومصاحبة الكتاب، لأن القراءة فعلا بها نكتشف المبدع إنسانا وشخصا، بها نتعرف على الحضارات والثقافات المختلفة، هي وسيلتنا لكل ارتقاء ولكل تجديد. إحساسي وإحساس رائع فعلا، هو فخر كبير أنني مثلت المغرب ومثلت جهتي ومثلت مدينتي مدينة تطوان الغالية تمثيلا، أرجو أن يكون مشرفا إن شاء الله. كان لي عظيم الشرف أن أحضر مؤتمر المرسل الوطني لحقوق الطفل في دورته الاستثنائية وفي المؤتمر أيضا، وكان لي الشرف أيضا أن أتحدث باسم الطفولة المغربية وباسم الأطفال البرلمانيين عن أهم تطلعاتهم آفاقهم رؤاهم إدارية وتربوية، لأن أكيد اليوم حينما يكون هناك يعني المجهود كيكون النتيجة، والنتيجة اليوم كانت نتيجة كبيرة ومرموقة، تألق في محفل مثل مسابقة تحدي القراءة على المستوى الوطن العربي ليس بالأمر الهين، ولكن كل شيء يهون اذا كان يعني الجد وكانت المواظبه وكان العمل المستمر لا من طرف التلاميذ ولا من طرف الاساتذه، واللي اكيد كان خصنا الفرصه ديال التالق وديال التتويج ديال فاطمه الزهراء خيار باش يكون نداء لكافه ابنائنا وبناتنا من اجل الاقبال على القراءه، لان المنهل ديال القراءه هو السبيل الوحيد نحو اولا تطوير ملكاتنا لا الفكريه ولا اللغويه، ولا ايضا بناء شخصيتنا اللي ممكن اننا يعني نشقوا بها حياتنا ومستقبلنا.